خلوني اروح الاستاذ وجيه فاروق ابن خاله الشهيد محمود ابو زيد. استاذ وجيه، مساء الخير، البقاء لله، بنعزي انفسنا قبل ما نعزيك. يعني ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. طيب استاذ وجيه، يعني كلمنا عن الشهيد محمود ابو زيد. والله احنا لو قعدنا نوصف للشهيد محمود ابو زيد من هنا لغايه ما نموت مش هنقدر نديله حقه. بطل بطل بطل. يعني عاش راجل ومات شهيد. حضرتك ابن خالته مش كده؟ انا ابن خالته واخوه وصديقه وقريبه وكل حاجه. الله يرحمه. محمود كان عنده ولد وبنت اعتقد؟ عنده ولدين وبنت. ولدين وبنت. اكبر واحد عنده كم سنه؟ اكبر واحده هاجر عندها 8 سنين. ومحمد ومين كمان؟ ومحمد واحد. محمد واحمد. الصغير عنده كم سنه؟ الصغير عنده 6 سنين. 6 سنين. حضرتك عرفت بالحادث ازاي؟ والله انا جالي الخبر وانا قاعد في البيت من صديق ليا، ما صدقتش. فتحت التلفزيون صدى البلد، بصيت على المنظر، خدت بعضي طبعا جريت على هناك. منظر ما تحكيش اساسا ولا يتوصف. يعني غدر غدر بطريقه ما اقولكش، يعني ارهاب بطريقه، يعني ده مش بني ادم، ده مش عارفين نسميه ايه اساسا. فهقول ما نقدرش نقول الحمد لله، احنا ما نقدرش نقول الحمد لله. أسرة يعني الشهيد محمود، يعني زوجته والدته، إذا يعني الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم. شفتهم أكيد؟ طبعا طبعا. يعني الله يكون في عونهم. أبوه راجل مريض، قافل على نفسه الأوضة، مش عايز يكلم حد، قافل قاعد في أوضة محمود الله يرحمه، مش عايز حد يكلمه ولا حد يخش له. ابنه كل اللي جاي عليه، كسرتني يا محمود، كسرتني يا محمود. طبعا ربنا يعني يتولاه برحمته، يتولى الشهيد محمود برحمته، وربنا يصبركم يا استاذ وجيه، ويصبر طبعا بالاساس يعني زوجته ووالده ووالدته واطفاله. انا بشكرك. واصحابه اللي في الدرب الاحمر، واصحابه اللي في كل حته. لسه كنا بنتكلم مع احد يعني سكان الدرب الاحمر، الاستاذ محمد يحيى، ويعني بيقول شعر في الشهيد المرحوم محمود ابو اليزيد. يا باشا محمود ابو اليزيد عمره في يوم من الايام لا اذى حد ولا زعل حد. كنت تشوف النهارده الجنازه بتاعته عريس عريس. صحيح. اكتر من كام عربيه، على كام مكنه، على ايه على ايه على ايه، غير التشريفه اللي اتعملت له من الداخليه. يعني بيستحق اكتر من كده كمان. لو قعدنا نتكلم من هنا لغايه بقول لك ايه، مش هنوفي حقه. ربنا يصبركم وربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه مع رفاقه من الشهداء باذن الله.